العصر والمغرب. بسم الله نبدأ أعمال الاجتماع على 12، ويتوب تعالى أن يعدنا بعونه وتوفيقه لإنجاز نتائج المصائب وصدور التوصيات والقرارات التي بشأنها أن تسهم في تعزيز العمل العسكري الخليجي المختلف، وتقوم التعاون الأمن والاستقرار بوطنه، وتحقق مصالح دولنا وشعوبنا وصولا إلى تكاملها ووحدتها أشرف، وذلك انطلاقا من الأهداف السامية في مجلس التعاون بدول الخليج العربي ودعما للإنجازات الحضارية والتنموية التي تشهدها دولنا. بفضل السياسة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، وبجهودكم الخيرة ومساعيكم الصادقة المؤمنة بما يجمعنا من أواصر الطرق ووشائش التاريخ المشترك والمصير الواحد، نتطلع إلى آفاق أرحب وأبعد مدى من أجل تحقيق التلاحم والترابط والتكامل المشروع وإنجاز الأهداف المدينة السامية التي تأسس على ضوئها مجلس التعاون بدول الخليج العربي. ويشرفني دعوة إخواني أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع العام المقبل في بلد الثاني دولة الكويت. شكر حريصة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله على الاهتمام بالجانب الدفاعي لمسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك، إيمانا منهم بأن حماية استقلال دول المجلس وسيادتها وصيانة مقدراتها ومكتسباتها ومنجزاتها يأتي في مقدمة الأولويات. فكانت توجيهاتهم حفظهم الله تؤكد دائما على ضرورة تطوير هذا التعاون وتعزيزه وصولا إلى المستوى الذي يواكب